يلا الله يخليك يلا اسمعني يا بنتي يلا 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 اش واقع 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 كل خير انا دنيا بوطازوز كنعرفها من 2003 ومن نهار عرفتها فيه فنانه كبيره انا مثلا تلاقيت معها اشتغلنا مع الطيب الصداد وكانت موهبه تلفت النظر منذ البدايات ما انا ما عنديش هذه الفكره على هذا النقاش اللي كدوي عليه ولكن انا كندوي بحكم معرفتي الشخصيه بدنيا بوطازوز هي خريجه ديال المعهد العالي للمسرح والنشيد الثقافي تلقات تكوين على مستوى زايد انك توفر على موهبه كبيره جدا والنجاحات ديالها تشهد لها وحب الجمهور كبير عندها بواحد الشكل كبير تبارك الله ما هذه النقطه قلتي واش ما كنظنش شوف وكذلك حسن الفد فنان لا يناقش زعما ما كاين حد كيصيب حد كتصيب راسك موهبتك اللي كتصيبك اجتهادك هو اللي كيصيبك وهذا النقاش انا يمكن ما طالعتش عليه ديال بيناتهم وما بغيتش ندخل فيها انا كنقلت لك بكلمه في صدق دنيا بمعرفتي بها الشخصيه لهاد اكثر من 20 عام موهبه لا تناقش وما يمكنش يمنع عليها شي حد كتجتهد راسها وكتشتغل هذا ولكن ما انا عندي علم بهذا الشيء ديال حسن بحسن بد شافو لي حتى هو عنده الجمهور ديالو ما هذا نقاش كيبقى في هذا الاطار ديال هذه العولمه والعصر الحديث ديال اللي دوز وهذا الشيء هذا ما يمجوش ان انا كبار من هذا الشيء هذا كان هو الخلاف ديالنا مع الحد ديالو بانه شنو رايك؟ اش غنقول لك هي كيقول لك من حبه كيديروا قبه والفنان راه ضروري كيبقى مع ذوك المشاكل عاديه ماشي شي حاجه اللي يعني ممكن تحل بيناتهم لا لا عادي ما كاينش اصلا مشكل علاش غير الهضره كتبقى تطول وبنادم كيكبرها الموضوع وكذا شكرا شكرا تحيه كبيره لجميع الفنانين اللي حضروا لنا اليوم الصحفيين حتى نتوما لان نتوما اللي كتوصلوا الاخبار للفنان للجمهور كنشكركم من هذا المنبر وتبارك الله عليكم انا هذه المناسبه ديال المره الثانيه اللي غنشاهد هذا العرض وكل مره كنكتشف فيه اشياء اخرى وابعاد اخرى كاين واحد العمل جد محترم كاين غير من التراث ديالنا الشعبي اللي هما الشيخات والاغنيه الشعبيه ولكن في مضمون كبير بحموله كبيره بطاطخ ما كاينش داك السينوغرافيا الضخمه وديك اللي مع كامل الاسف داك ينحوا لها كثير المسرح المغربي ولكن كنوجدوا واحد القوه ديال الممثلين واحد القوه ديال النص كبير وقوه في الاخراج بالاشتغال زعما كتقول دنيا بوطازوت احمد الشرقي خديجه عدلي واحد الكاس محترم جدا عمل ممتع كيمتد على ساعه وربع على ما اعتقد كاين فيه واحد الفرجه مضمونه وخدات من التيمه ديالو الموضوع اللي هو اول فنان والاشكالات ديالو الاكراهات واكراهات الاعتراف بالفنان ما غنقولوش الاعتراف في المغرب ولكن على الصعيد العالمي وهذه المعاناه ديالو في قالب كوميدي ومرح جدا وانا هذه المره الثانيه اللي كنشوف فيها هذا العرض وعجبني بزاف بطاطا تجي المره الثالثه ونجي نتفرج فيه لان كنكتشف فيه ابعاد ومعاني اخرى واحد الصدق كبير ديال الاداء ديال الدنيا باطنه واحد الالتحام بالشخصيه بواحد الاحساس كتحس به زعما برافو برافو على 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 هذه الفرقه ولا هذا العمل اللي نتمنى ليه المزيد من النجاح ويزيد يوصل ان شاء الله للجمهور المغربي وهذا هو المسرح الذي يمثلنا وهذا هو المسرح المغربي رجعنا للتاريخ المسرح المغربي من ايام من الهرنونيه وديك الشخصيات زعما متعه حقيقيه كانت اليوم جد سعيد شكرا لكم على هذا العمل اللي اتحفتمونا به برافو عليكم برافو دنيا بوطازوت اللي ما كتخدمناش اللي كتزيد الشهاده على نفسها وكتزيد الشغل اكبر هذا ما يمكن وهذه شهاده اقولها بصدق وراك كتعرفوني انني ما
ما كنتكلمش كثير في تقييم الاعمال المسرحيه، ولكن بحكم اختصاص على عمل احترمه جدا وانوه به وعلى جميع الطاقم اللي اشتغلوا فيه تبارك الله عليه. انت قلت الفنان واش كيعاني؟ هي اصلا المعاناه الفنان هي جزء من هي اللي كتادي به الابداع. يعني يمكن كاين حالات معينه المسرحيه عاجزه بواحد القالب ساخر، ولكن فيها رسائل جد جد مهمه وعميقه لمن يهمهم الامر الثقافي في المغرب. اما مساله المعاناه الفنان هو هذا طبيعي، هو كيعكس اصلا، اولا ماشي كيعكس الفنان، كيعكس طبيعه المجتمع المغربي. يعني المغرب الحمد لله بقيادة صاحب الجلالة كاين واحد النجاحات كبيره، ولكن هذا ما يمكنش بان كل شيء وردي، وهذا هو دور الفن. مره نفكروهم لا راه كاين خصنا نديروها كامل. الحمد لله احنا فخورين بالمجتمع المغربي، كنعتزوا به وكنامنوا به، والمستقبل ديال المغرب راه واعد. ولكن دور الفنان اننا نقولوا راه كاين هنا اخفاقات، كاين هنا اخطاء، هنا كاين هنا، وهذا هو الدور الحقيقي ديال الفن. وهذا طرحته جانب منه تطرح في المسرحيه، هو لا يعكس فقط معاناه الفنان، ولكن بشكل او باخر كل ما يعانون في الانسانيه. معاناه كطرح هذا المشكل ماشي بخصوصيه فقط المغرب ولا هذا ما كان ولا خاص غير بالفنان، بالعكس هو كينتقد وضع عام في صوره فنان. هذا هو اللي كان واحد السؤال تقاطعي لا ما فهمتش السؤال ديالك. كاين واحد الضجه ما بيع على حساب بيلو وهذا الحب، كيقولوا بان حتى الحب كان سبب النجاح ديالو في السيني ديالو، يعني الطاقم التقني وهي نهضر دار ولاد الابداع. السلام عليكم، عواش المبروكه ورمضان مبارك كريم. مسرحية عايدة وزروال، لي الشرف أنني نكون في الفرقة ديال الفنانة دنيا بوطازوط ومشاركة مع الفنان الشرقي. مسرحية عايدة وزروال مسرحية كوميديا كتهضر على معاناة الفنان. لي الشرف أننا نكون حاضرين اليوم ولاعبين في المسرح ديال بمسيك، فتحية للجمهور المغربي في جميع أنحاء العالم في المغرب وخارج المغرب على التشجيعات ديالو. بغيت نقول لكم رمضان مبارك كريم. باش الخدمة مع دنيا رائعة، أنا ثاني مرة كنخدم مع دنيا، درت معها جولة في أوروبا مسرحية أنا وبناتي، ودابا أننا خدمنا هذا العمل. فالعمل حنا أسرة وحدة في هذا العمل، بكل صراحة كنستافدوا الكثير والكثير. كنشكرها من هذا المنبر لأن فكرت أننا نكون معها، فتحية كبيرة لها وشكرا، ونتمنى لها إن شاء الله ثاني مسيرة فنية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.